السلام عليكم احبابي، جبت لكم فيديو جديد للبسة ديال ام العروس. صراحة هي بحالي عروس ما شاء الله، طرز شي كيقول ليه تطواني، شي كيقول ليه الطرز المرضوخ، حنا كنقول ليه الطرز المرضوخ على جوج، كاين علاج على واحد وكاين هذا على جوج كما كتشاهدوا معايا. طرز بثلاثة دلوان او اربعة دلوان صراحة دخلنا فيهم، البرونز جوج دلوان البرونز كما كتشاهدوا معايا، هذا برونز وهذا برونز، هذا نقري وهذا كارتي. صراحة جات اللبسة غزالة، نتمنى تعجبكم وتعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. صراحه المضمه ديالها مازال ما وجداش، درت ليها هذاك المجي ديال صغيور غير باش نوريكم التحزيمه كيفاش جات، وفي الجناب جات بلديه، الفتحه بلديه كما كتشاهدوا معايا هنا. سمحوا لي على التصوير، كنصور بيد وكنوريكم بيد، الله يستر لينا ونشريو كاميرا زوينه حتى حنايا ونصورو زوين ويبان لكم يعني البياسه كما هي. صراحه زوينه بزاف ولكن في التصوير ما بانتش مزيان. كنتمنى تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، كي جاتكم هاد اللبسه؟ الطرز اللي صراحه ما بقاش بزاف، الناس ما بقاوش كيعرفوا ليه الصراحه. هذا نداء للشباب، يتعلموا الشابات بالضبط، يتعلموا الطرز، يتعلموا الصناعه، الصناعه راه زوينه بزاف صراحه، راه شي حاجه اللي ثمينه صراحه. واحد الوقت ما لقاوش شكون يدير لينا هذا الطرز الرائع. انا من عشاق الطرز، من عشاق الخياطه بصفه عامه صراحه. كنحمق على شي حاجه سميتها الطرز والابداع والتنبات وكل ما يهم القفطان المغربي الاصيل، كنحماق عليه وكيعجبني نبدا فيه. وما تنساوش خليو ليا الاراء ديالكم كما قلت لكم، نقرب لكم مزيان باش تشوفوا الغرزه كيفاش دايره وتشوفوا الخدمه، وخا صراحه ما بانتش.